نستكمل وإياكم هذا الموعد الصباح الذي يجمعنا طيلة أيام الأسبوع. إذن 11 دقيقة فقط تمر منذ بداية البرنامج. ما تنساوش جولتنا لازالت متواصلة. عديد الضيوف راح يتوافدوا على الأستوديو باش نستفادوا منهم من خبرتهم ومن المعلومات اللي يقدموها لنا، وخاصة لأولياء التلاميذ اللي يتابعوا فينا. أيضا تغطيتنا المباشرة والآنية لآخر يوم من امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2023 ما زالت متواصلة. صحفي وقناة الشروق الإخبارية متمركزين حاليا في مختلف مراكز إجراء هذا الامتحان المصيري. كل توفيق للتلاميذ. كنا شفنا آراء متباينة أمس، لكن إجماع على صعوبة مادة الرياضيات اللي كنا تحدثنا عليها وخصصنا لها موضوع كامل هنا في الأستوديو مع أستاذ مادة الرياضيات، وين تحدثنا عليها وقلنا أنها تمثل هاجس حقيقي بالنسبة للتلاميذ، وكنا وقفنا على آرائهم أمس واليوم، والأكيد راح نعود نقول لهذا الموضوع اليوم. أيضا مشاهدينا، حديثنا اليوم عن كيفاش التلاميذ يسترجعوا القوة تاعهم في فقرة التغذية، خاصة بعد هذا الجهد اللي قدموه. ما تنساوش اليوم الأول فقط من الامتحان جوزوا 4 مواد إذا في يوم واحد، اليوم الثاني أيضا 3 مواد كانوا التلاميذ على موعد معها، واليوم أيضا التلاميذ مع مواعيد مع مادة العلوم الطبيعية والحياة وأيضا اللغة الفرنسية واللغة الأمازيغية مساء. نتمنى لهم كل توفيق يا رب، إن شاء الله ربي ينجحكم، والأكيد راح نرافقوكم حنايا من خلال برنامج الشروق مورنينغ ومن خلال تغطيتنا المباشرة لهذا الحدث التربوي والوطني. يلا مشاهدينا نذكركم بالبوابات التفاعلية اللي تخليكم تتواصلوا معنا بطريقة مباشرة. الشروق مورنينغ 2022@gmail.com، ولا تصلوا بنا على المباشر على الرقم 023-71-98-71. من بين المواضيع والأخبار اللي تهم كثيرا المشاهدين خاصة التلاميذ اللي ربما في هذا الوقت مازال ما خرجوا من البيت تاعهم، يعني ساعة تشير إلى 7:14 راهم يجهزوا فرحهم باش يروحوا مراكز إجراء الامتحان. إليكم ورقة لأحوال الطقس باش تتعرفوا على الوضعية الجوية لنهار اليوم وتعرفوا واش تلبسوا باش هكذا ما تعياوش وما تتهيقلوش، أليس كذلك؟ يلا دون إطالة نرحب بأسيا من قسم أحوال الطقس. صباحك سعيد أسيا، أهلا بك. صباح الخير، صباحك أسعد فرياد، صباح الخير كل المشاهدين. إذا ما هو جديد الوضعية الجوية لنهار اليوم؟ الجديد أنه راح تكون ربما بعض الأمطار المتفرقة خلال هذا اليوم صباح حتى الغد، لكن دائما الأجواء مستقرة وفي ارتفاع لدرجات الحرارة خاصة من المدن الغربية. يلا خليك مع التفاصيل. شكرا لك فريال. خلال صبيحة هذا اليوم الأجواء تبقى عموما مستقرة على المناطق الشمالية من الوطن، تبقى بعض السحب الكثيفة لكن بدون فعالية، وهذا على السواحل. الأجواء تبقى صافية بالمناطق الغربية خلال ظهيرة هذا اليوم. نفس الوضعية الجوية تبقى مستقرة صافية ظهيرة هذا اليوم على المناطق الشمالية وحتى المدن الجنوبية. السحب كثيفة، سماء ملبدة تماما على أغلب المناطق الشمالية من الوطن. درجات الحرارة المسجلة صبيحة هذا اليوم بإذن الله ستصل إلى 22 درجة بتندوف، 24 على عين صالح، نسجل 25 درجة على أضرح، 21 درجة بتمنرس على إليزي وجانات، 20 درجة بورقلة أو حاسيم سعود، 19 بوتسوف، 13 درجة بقسنطينة على تبستاس طيف برج بوريج، 15 درجة بعنبة طار في القالة، 17 بالعاصمة، 18 بوهران، 27 29 درجة بأقصى الجنوب الجزائري. ما يخص درجات الحرارة المسجلة ظهيرة هذا اليوم سترتفع بالمناطق الغربية، خاصة تتراوح ما بين 22 إلى 30 درجة بالمدن الغربية، 24 بالجلفة، 26 بقسنطينة صيف باتنا برج بوريريج على قالمة أيضا وتبسة، 40 درجة ببرج بيت مختار، 43 كأعلى مقياس بعين كزام، 38 درجة على أدراس، 37 بعين صالح، 32 درجة بورقلة وحاسم سعود. حالة البحر لهذا اليوم سيكون البحر عموما مستقر هادئ على طول الشريط الساحلي، رياح ضعيفة سرعتها تتراوح ما بين 10 إلى 15 كيلومتر في الساعة على السواحل الوسطى والشرقية، في حين لا تتعدى 20 كيلومتر في الساعة على السواحل الغربية. نختم النشرة الجوية بالورقة الفلكية التي توضح لنا وقت غروب الشمس لهذا اليوم الذي سيكون على الساعة 8:03. أشكركم على المتابعة، عودة إليك فريال.
شكرا لك آسيا، موفقة بحول الله على أن نلتقي غدا إن شاء الله نفس المكان نفس التوقيت عبر برنامج الشروق مورنينغ. يعطيك الصحة، موفقة. إذا مشاهدينا احنا أكيد نقعد معكم ونواصل معكم عددنا لنهار اليوم في انتظار جاهزية المباشرات. نذكر المشاهدين والمتابعين أنه فرقنا منتشرة عبر مختلف مراكز إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط باش نوقفوا على أجواء اليوم الأخير من امتحان شهادة التعليم المتوسط. نذكر اليوم الثالث التلاميذ على موعد مع امتحان مادة اللغة الفرنسية وامتحان مادة العلوم الطبيعية والحياة مادة إذا تعتمد على الحفظ والفهم أيضا، ومادة أخرى أيضا تعتمد على الفهم والتحضير، والأكيد كل المواد تتطلب التحضير، التحضير أيضا المراجعة والمذاكرة في الفترة المسائية التلاميذ مع موعد مع امتحان مادة اللغة الأمازيغية. كل التوفيق للتلاميذ، وفي انتظار التحاق الزملاء بنا على المباشر جولتنا الصباحية بين مختلف عناوين الصحف الوطنية والعربية مباشرة بعد هذا الفاصل. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم إلى معرض الصحافة مباشرة من قناة الشروق الإخبارية. نستهل هذه الجولة بين عناوين الصحف الوطنية بما جاء في افتتاحية شروق الصادرة بتاريخ اليوم، وتطالعنا فيها الجزائر تنتصر في مجلس الأمن، وانتخاب بالأغلبية الساحقة في الجولة الأولى تقدير للدور المحوري للجزائر. عناوين أخرى: 18 تعليمة صارمة لإطارات الجمارك لحماية الاقتصاد تخص أخلاقيات المهنة والتصريحات الكاذبة ورؤوس الأموال والرقمنة أيضا. على لسان وزير المالية: تشريع جديد للجهاز على طاولة الحكومة قريبا مع مراجعة القانون الأساسي، والذي أكد أيضا تقديم تسهيلات للمصدرين ومستوردي المواد الأولية والخدمات وتقليص مدة الجمركة على رأس الصفحة الأولى في الثقافة، الذاكرة الثقافية في قلب اجتماع اللجنة الرئاسية بباريس. في شأن قضائي: عقوبات تصل إلى 15 سنة في حق آل طحكوت والتسام أو التماس 6 سنوات حبسا نافذا لإطارات بسيدي بالعباس. في تفاصيل يومية الشروق اخترنا لكم هذا المقال، حيث تعود هذه اليومية إلى الحدث وتعنون الجزائر تنجح في حجز عضوية مجلس الأمن الدولي، حيث نجحت الجزائر في اقتطاع عضوية مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة خلال العامين المقبلين 2024-2025، وذلك بعدما تحصلت على ما يقل عن 184 صوتا في الجمعية العامة في الانتخابات التي جرت الثلاثاء السادس من شهر جوان الجاري، وحظيت الجزائر بتأييد ودعم كبير من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وبلدان أخرى شقيقة لترشحها لهذا المنصب، وقد كان دور البعد العددي لأصدقائها في القارة الإفريقية وفي الجامعة العربية وفي مختلف القارات حاسما في نجاح الجزائر في هذا الاستحقاق. وتعود هذه اليومية إلى تفاصيل بيان رئاسة الجمهورية، وتكتب وصفة رئاسة الجمهورية انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الثلاثاء وبأغلبية ساحقة نجاحا دبلوماسيا، ويعكس بوضوح عودة الجزائر الجديدة إلى الساحة الدولية. وأكد بيان لرئاسة الجمهورية أن انتخاب الجزائر في الجولة الأولى وبالأغلبية الساحقة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء تقديرا لدورها المحوري في منطقتها، ويعكس التقدير والاحترام الذي يحظى به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من قبل المجتمع الدولي وعرفانه لمساهمته في إحلال السلم والأمن الدوليين، أو يحظى به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. اخترنا لكم هذا المقال في قطاع التربية وفيما يخص الحدث التربوي الذي تعيشه الجزائر منذ 3 أيام.
الرياضيات تبكي المترشحين والإنجليزية ترفع من معنوياتهم. أحبطت مواضيع مادة الرياضيات معنويات المترشحين في اليوم الثاني من امتحان شهادة تعليم المتوسط دورة جوان 2023 بسبب ورودها صعبة وطويلة، وذلك جراء التغييرات التي طرأت على منهجية إعداد الأسئلة، الأمر الذي دفع بمستشارية التوجيه المدرسي والمهني لتهدئة النفوس، في حين تمكنوا مباشرة من تجاوز الصدمة بعد اجتيازهم لمادة اللغة الإنجليزية التي رفعت من معنويات التلاميذ. نعود وإياكم إلى أبرز العناوين التي جاءت بها الخبر. معركة الجزائر القادمة، وجاء في بيان الرئاسة: انتخاب الجزائر يعكس التقدير الذي يحظى به الرئيس تبون من قبل المجتمع الدولي. أسفل الصفحة الأولى: وزير العمل يصرح الضمان الاجتماعي دفع 122 مليار دينار للمستشفيات خلال سنة 2023. وتطالعون في عناوين هامشية تأتيكم ضمن هذه اليومية: وزراء في الميدان وآخرون منتظرون. أيضا: الغموض التشريعي أثر سلبيا على المستثمرات الفلاحية. ودبلوماسيا: الرباط تبتز باريس في قضية الصحراء الغربية، والعلاقات بين باريس والرباط سيئة. الموعد اليومي تعود إلى نجاح الجزائر في الحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، وتكتب انتخاب الجزائر لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي بدعم واسع من المجتمع الدولي. وجاء في بيان رئاسة الجمهورية: انتخاب الجزائر يعكس التقدير والاحترام الذي يحظى به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. عناوين أخرى مشاهدين تأتيكم ضمن هذه اليومية: نائب رئيس مجلس الأمة يستعرض واقع العلاقات الجزائرية الروسية. أيضا يمكنكم مطالعة: بوغال يثمن جهود رقمنة قطاع الصحة ويؤكد على حتمية تحديث الوسائل ونظام معلومات جديد، رقمنة النشاطات الجمركية ومكافحة التصريحات الكاذبة. هذا ما أكده وزير المالية الذي أعلن عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد. وتطالعون في تفاصيل هذه اليومية هذا المقال الذي اخترناه لكم: نظام معلوماتي جديد، رقمنة النشاطات الجمركية ومكافحة التصريحات الكاذبة. حيث أعلن وزير المالية العزيز فايد أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد، والذي يتضمن العديد من التدابير والإجراءات الرامية لتحسين التكفل بالمتعاملين الاقتصاديين وتعزيز حماية الاقتصاد الوطني. وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد قام بها إلى مقر المديرية العامة للجمارك أن القانون الجديد موجود حاليا قيد الدراسة على مستوى مصالح وزارة المالية على أن يعرض على الحكومة ثم مجلس الوزراء قبل أن يقدم إلى البرلمان بغرفتيه للمناقشة. المساء وقفت هي الأخرى عند نجاح الجزائر في الحصول على مقعد وعضوية في مجلس الأمن بأغلبية الأصوات، انتصار دبلوماسي جديد. وفي عناوين هامشية تطالعون: النتيجة هي تأييد لنهج الرئيس تبون للحفاظ على السلم والأمن في العالم. وأيضا: شكرا وامتنان للدول الداعمة والمساندة للجزائر في الاستحقاق الدولي. أما فيما يخص الحدث التربوي فتعنون المساء: الرياضيات تبكي المترشحين والإنجليزية ترفع من معنوياتهم. رئيس الجمهورية تسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد في شأن دبلوماسي. وعناوين أخرى يمكنكم الاطلاع عليها في افتتاحية المساء: الجزائر رائدة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حسب ما أكدته السفيرة الأمريكية بالجزائر، ونظام معلوماتي جديد لتنظيم عمل الجمارك الشهر القادم. تفاصيل هذا الموضوع في الصفحة 5. اخترنا لكم هذا المقال للتعرف على أبرز التفاصيل التي جاء بها. فشل المجتمع الدولي يثير الشك في مصداقية مواقفه.
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس إن فشل المجتمع الدولي في إجبار الاحتلال الصهيوني على وقف جميع إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية يشكك في مصداقية المواقف والانتقادات الدولية لتلك الإجراءات. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مشاهدينا في يومية المساء. قانون جديد للجمارك قريبا وانتصار كبير للدبلوماسية الجزائرية تعنون أخبار اليوم. الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد وأفراد من عائلة تحكوت مهددون بعقوبات متفاوتة ضمن افتتاحية أخبار اليوم. أيضا أراء متباينة للتلاميذ في اليوم الثاني من البيام وإقبال كبير على مقويات الذاكرة والأطباء يحذرون. في تفاصيل هذه اليومية وفي الاقتصاد اخترنا لكم هذا المقال وجاء فيها عدد المصدرين يتجاوز 1600 مصدر حيث سمحت الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية في مجال تسهيل عملية التصدير برفع عدد المصدرين الفعليين إلى 1628 متعامل حاليا مقابل 475 مصدر في 2010 حسب ما أفاد به بالجزائر العاصمة وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني. جاء هذا خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني ترأسها كمال بن الأخضر رئيس الجلسة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وعدد من إطارات الوزارة. ضمن الصحافة العالمية والعربية منها اخترنا لكم افتتاحية القدس العربية الصادرة بتاريخ اليوم ونتعرف على أبرز العناوين الدولية التي جاءت بها. تخريب سد يؤخر والهجوم المضاد وأوروبا جريمة حرب وجلسة عاجلة لمجلس الأمن. تطالعون أيضا قوات الاحتلال تواصل عدوانها وهدم منازل وتشريد أصحابها واعتداء على ممتلكاتهم بفلسطين. عناوين أخرى وفاة وزير صحة مصري سابق بخطأ طبي والسيسي ينعاه ورئاسة أو رئيسة الحكومة الإيطالية تؤكد من تونس دعم قيس سعيد بزاوية 63 درجة. مواضيع أخرى تأتيكم ضمن هذه الافتتاحية العربية للقدس العربي، لكن إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام عدد اليوم من معرض الصحافة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء. ضيفتي في الأستوديو سمية الباية أخصائية في التغذية، ضيفتنا كل يوم أربعاء من خلال فقرة التغذية. صباحك سعيد، أهلا وسهلا بك سمية. صباح الخير فريال، صباح الخير المشاهد الكريم، صباح الخير لأولياء التلاميذ اللي راهو بالهم مشغول، إن شاء الله ربي ينجحهم كامل وإن شاء الله ربي يفرحهم في آخر من يوم لل 25 جوان. يعني احنا هذا الموضوع خصناه للتلاميذ، لكن يا هل ترى هذا الموضوع يخدم الاولياء ولا التلاميذ؟ اليس كذلك؟ حسب التصريحات اللي كنا نشوفوا فيها كانه راح يخدم الاولياء والتلاميذ في نفس الوقت. صحيح. لانه نلاحظوا انه توتر كبير عند الاولياء، ممكن هو ماهوش نفسه عند التلاميذ. شفت وقت كنا نشوفه كنت نشوف انه التلاميذ راهم اريح من الاولياء تاعهم. صحيح. الضغط الكبير اللي راهو على الاولياء، والمشكل انه لما يكون الضغط عند الاب ولا عند الام في البيت راح ياثر على الطفل، حتى لو كان تلميذ يعني ماهوش عنده هذاك الضغط كامل، بصح لما يشوف الام تاعو ستريسي هكاك وهكذا كما كنا نشوفوا فيهم اكيد راح يتاثر بطريقه او باخرى. كنا شفنا تصريح لام قالت انه رغم اني في حاله الضغط كبير يعني وراني متوترة، لكن أحاول يعني جاهدة أني ما نوصلش هذاك التوتر للطفل تاعي وللولد تاعي، لكن من جهة أخرى كاين أولياء يكذب عليك يعني يلحقوا هذاك التوتر هذاك الخوف. نشوفوا حتى التلميذ لو كان يكون واثق من نفسه واثق من إجابات تاعه، لكن دائما الأم ربما والأب أيضا يشكك في الإجابة تاعه يقولوا مستحيل ها وليد خالك ما واجبش هكذا على هذا السؤال، أنا هدرت مع خالتك والنتيجة اللي صابها وليدها ماشي كيما تاعك. يلا خلينا نبدا مباشره موضوعنا لنهار اليوم. الاكيد هناك تغذيه خاصه يقدر يعتمدها ولا يعتمدوها الاولياء بالنسبه لاطفالهم تخليهم يسترجعوا القوه تاعهم بعد 3 ايام من الجهد العقلي.
ماشي فقط 3 أيام في ريال، ما تنساش لي جوغ اللي كانوا يديروا فيهم المراجعة والمذاكرة، حتى أيام المذاكرة كانت فترة ضغط، ممكن هي حوالي شهر ممكن شهرين لفترة ضغط، لكن أقصى شيء يكون آخر 3 أيام. وين في هذه الفترة ممكن أني نكون يحاولوا الأهل تاعي أن يوفروا لي الأكل الجيد، لكن للأسف ممكن نكون ما ناكلش، ممكن نكون مزروب، نحوس غير نراجع، نحوس غير كيفاش نفهم هذيك المادة ولا كيفاش نراجع هذوك المواد. هذا الشيء راح يخليني نفقد مجموعة من المواد الغذائية، وين راح تأثر عليا لو كان ما نسترجعهاش بعد فترة الامتحانات، ممكن تأثر عليا في النتائج اللي نشوفه كثير لما تطلع النتائج في ريال، حالات من الاكتئاب، نفسيات مهدمة ومحطمة لما يكون كاين، لما ما يلحقوش الهدف اللي راهم حابين ليه. ماشي فقط الرسوب، لكن ممكن أنه المعدل اللي كانوا يطمحوا ليه ولا شيء اللي كانوا يطمحوا ليه ما لحقولوش، هذا الشيء راح يأثر عليهم سلبا، خاصة لما تكون التغذية تاعي ما هيش متوازنة، لانه كما هو معروف دائما ليسانتاز تاعنا كل شيء يعمله الجسم عن طريق الغذاء اللي نكون ناخذه انا. الا كنت ناخذ غذاء متوازن اكيد ردات الفعل تاعي راح تكون متوازنه وردات فعل الجسم راح تكون متوازنه. اكيد بعد هذه المجهودات اللي بدلوها التلاميذ طيله السنه ويعني 15 طيله شهر كامل، ربما التركيز كان اكبر، وايضا قبيل الامتحان وحتى اثناء الامتحان، لاكيد الجسم راه ايضا تعبان، ماشي حالتهم النفسيه فقط. أكيد الجسم راح يتعب والحالة النفسية تتعب، لأنه الجسم راح يؤدي في مجهود فكري كبير اللي راح يأثر بعد ما يخرجوا من الامتحانات، أكيد راح يتأثروا. لكن وشنو هي الحاجات المهمة اللي لازم نديرها بعد الامتحان، وشنو هي الطبخات المهمة، وشنو هي المعادن اللي ممكن أهم شيء نركزوا عليها على المعادن. دقيقة فقط قبل ما ندخلوا في موضوعنا، احنا نشوف للأسف يعني الأولياء هما يعني بنية حسنة، يقول لك معليش خليه برك ياكل، نشوفوا في هذه المرحلة يكثروا لهم من أكل الخفيف، من ساندويتشات، من البيتزا، من الهمبرجر، أليس كذلك؟ وهذا الشيء خطأ، أنه بعد ما تخلص الامتحان نديك تاخذ لي فاست فود ولا تاكل أكل سريع وتخرج، حتى كي يخرجوا بين امتحان وآخر نروح نشوفوهم يروحوا مباشرة المحلات بيع الأكل الخفيف، بيع الأكل، وخاصة الناس مش الخفيف بعيد. السريع، الأكل السريع ماشي خفيف، هذيك السندويشات ماشي خفيفة إطلاقا. للأسف هذا الشيء ماحش يعطيني مردود جيد على لي فورس انتيليكتويال اللي تكون عندي، قد ما يكون أكلي متوازن قد ما الدماغ تاعي يقدر يسترجع المعلومات بطريقة جيدة. دونك حتى نسترجعوا المعلومات اكيد الدماغ تاعي راح يحتاج الى ماده الاسيتيلكولين، ولازم نحتاج الى الفيتامين ب5 والفيتامين والكولين مع بعض حتى نقدر يكون الاسيتيلكولين باش نقدر نسترجع المعلومه واللي نكون قدرت نثبتها افون، يعني ماده اساسيه، واكيد ما حش نلاقي هذا الشيء في لي فاست فود في الاكل السريع. لما نشوفوا بعد فترة الامتحانات أهم شيء لازم نركز عليه أني نسترجعه هي المعادن. علاش في ريال المعادن؟ لأن المعادن دائما تكون ديت خاص في لوكوغ، ما الكمية تاعها ماهيش كبيرة، تكون كمية قليلة جدا، هي اللي تسبق تنفذ بطريقة سريعة. اللي نعتمدوا عليه نعاودوا نرجعوا حتى العمليات الكيميائية في الجسم تاعي تعاود تتوازن هي المعادن. أهم معدن اللي نركزوا عليه لازم نسترجعوه هو معدن المغنيسيوم. المغنيسيوم علاش؟ لانه عنده دور كبير، على بالك المغنيسيوم يشارك في الجسم في حوالي 370 او 360 عمليه كيميائيه تحدث في الجسم، لازم لها وجود المغنيسيوم، من ضمنها استرخاء الجسم واسترخاء العضلات تاعي، وحتى الجسم تاعي باش يكون طاقه باش نعاود نسترجع طاقه نحتاج الى مغنيسيوم، باش يكون الجسم تاعي لاتيبي نحتاج الى مغنيسيوم. كعنصر اساسي دوك ما حش نعطي وين نصيبوه، لانه الامهات شفتيهم بزاف متوترين، راهم بزاف مقلقين، دوك في الاخر نحن نعطي وصفات هكذا ولا ممكن مجموعه من الماكولات اللي يقدروا يصيبوهم كامل واش حنا هضروا يصيبوهم في هذيك باش ما يتخلطوش، التوتر اللي راهو عندهم يكفيهم. صحيح. على حسب واش كنت نشوف دونك التوتر راهو كبير. صحيح. اذا من بين اهم المعادن المغنيسيوم تحدثتي عليه ايضا، معدن الحديد، الناس بزاف تجيها لانيمي بعد ما يخلصوا الامتحانات، ممكن كانت تصرع لك في فترات الامتحانات بعد ما يخلصوا الامتحانات نهايه السنه، لانه تكون فتره ضغط الاكل تاعنا ما يكونش متوازن، نلقاو روحنا في لافان عندنا انانيمي. دونك باش نتفاداو الانيمي لازمنا الحديد، عنصر الحديد اللي هو مهم جدا كذلك،
علاش الحديد لازم يتوفر بعد الامتحانات يكون كاين في الجسم باش نسترجعوا بعد هذيك فتره الارهاق وفتره التعب باش نسترجع القوى تاعي. الحديد مهم جدا لانه هو اللي ينقل الاكسجين لجميع خلايا الجسم، هكذا الجسم تاعي والوظيفه تاع الخليه تاعي تكون متوازنه في وجود الاكسجين. عنصر النحاس كذلك في ريال باش ما ننساهش، الا ما كانش النحاس الحديد ما نقدروش نخدموا به، دونك عنصر النحاس مهم جدا كذلك. عندنا عنصر الزنك اللي يعطيني القوه، لانه في وجود الزنك يقدر يعمل هرمون بروجستيرون والتستوستيرون. التستوستيرون معروف انه يعطيني القوه العضليه خاصه عند الذكور، كذلك عند الاناث لكن عند الذكور بطريقه كثيره. لما يقل عنصر الزنك التستوستيرون والاستروجين يولي ماهوش كاين بكميه جيده في الكور تاعي ولا بكميه متوازنه وكافيه اكيد. لكن هاد المعادن تحدثت عليهم ضروري يكونوا ضمن التغذيه تاع التلاميذ بعد هذه الفتره، واين تكمن الاهميه؟ ضروري تكون كاينه حتى نسترجعوا القوى بعد الارهاق، بعد فتره التعب الشديد اللي جزناه، سواء تلاميذ اللي راهم يبذلوا في المجهود، سواء اي شخص راهو تعبان ومر بفتره اجهاد قويه ولازم وحاب يسترجع القوى تاعو، وين هو يحس في الجسم تاعو مهدود كما نقولوا هنايا، خلاص مكسر عيان ما قادر يدير والو. صحيح، ونشوف يعني في كثير من المناسبات العائليه ربما نشوفوا الام الاب ولا حتى يعني افراد العائله يشتكي ويقول لك مازال ما استرجعت القوى تاعي ومازال ما ريحت بعد هذيك المناسبة، سواء كانت العيد الكبير ولا يقول لك مازال ما ريحت من رمضان، مازال ما ريحت من هذاك العرس، ولا مازال ما ريحت من هذاك الحدث، وهذا يعود ربما لخلل في التغذية فريال، ويعود إلى خلل في التغذية في لي نوتريمون اللي موجودين في الاغذيه اللي مازال ما استرجعتهمش كامل، لانه ممكن بعد قليل راح نتحدثوا شنو هي الماكولات اللي تكون موجوده. لو كان نجيو نشوفوا اني بعد الفتره تاع الاجهاد وبعد الفتره تاع الارهاق ما كليتش كامل هذيك العناصر، لذلك الاسترجاع راح يكون صعب، اني نعاود استرجاع القوه تاعي راح يكون شويه ثقيل. قلنا كذلك لما نرجعوا للمعادن، عندنا معدن السيلينيوم اللي هو مهم جدا كذلك. معدن السيلينيوم ما نهضروش عليه بزاف يعني هو معدن مهم جدا لكن مش ملاقي الترويج الكافي يعني. تمام، احنا كنا خصصنا له عدد الموسم خصصنا الماضي تذكري، ولهذا رجعت ليه قلت لك ما نهضروش عليه بزاف، لاني اتذكر اني اننا هضرنا عليه يعني مطولا في الاستوديو، وكنت انا ذاك تحدثتي قلتي لي ما عندوش يعني ترويج اعلامي كافي ما يهضروش رغم انه مهم جدا. نهضروا على المغنيسيوم على الحديد لكن هذا ما هضرناش عليه، السيلينيوم ما نحكيوش عليه بزاف لكنه مهم جدا، على بالك مهم في تنظيف الكبد في لو ديتوكس تاع لو فوا مهم جدا، والكبد يبقى دائما هو العضو المسؤول على تنظيف الجسم من السموم، العضو الكبير المسؤول على تنظيف الجسم من السموم. لما الكبد تاعي يكون يمشي بطريقه جيده اكيد السموم في الجسم تاعي ما حش تكثر وتكون قليله. عنصر السيلينيوم عنده دور مهم جدا، كذلك عنده دور مهم في الغده الدرقيه كما كنا كما اكيد ذكرتيني في العدد السابق، عنده دور مهم جدا في الغده الدرقيه، يحول تي 4 لتي 3 باش الغده الدرقيه على بالك عندها دور كبير جدا في استقلاب في التمثيل الغذائي في الجسم. دونك لا فورس تاعي كي تكون عندي لا تيغويد تاعي متوازنه، الهرمونات يوازن النشاط تاعهم. دونك شوفي السيلينيوم شحال مهم اللي لازم يكون موجود في الاكل تاعنا حتى نسترجعوا القوى تاعنا. كذلك الصوديوم باش ما ننساش الصوديوم، سي لما يقل عندي الصوديوم في لو كور سي شفتي كي نطفيو الالكتريسيتي في الدار تروح الضو براتيكمون لا ميم شوز، دونك يولي الكهرباء في الجسم وفي العضلات تاعي تنقص، نحس روحي عيان مدقدق ماشي قادر. وهذا سواء نكون ناخذ الملح الملح الدار يعني الملح اللي نكون ناخذه ماشي جيد لانه الصوديوم نلقاوه في الملح، هو احسن سورس للصوديوم هي ملح الهيمالايا اللي رانا نلقاوه في الاسواق الجزائريه اللي راهو كاين، ولا الملح ملح البحر الصخري اللي كذلك موجود ومتوفر في هذو نلقاو صوديوم اللي يكون جيد. ملح الهيمالايا متوفر في الاسواق، نقدروا نزيدوه للاطباق تاعنا مباشره لانه الحجم تاعو على بالي يجي كبير نوعا ما، وحتى اللون تاعو يكون وردي يميل للوردي. نوعين في ريال كاين النوع الخشن اللي نستعملوه في الحمامات وفي في المياه مثلا تنظيف الخضر انا نستعملو ايتو، لكن كاين نوع يجي مرحي مليح نضيفوه في الاطباق تاعنا. النوع الخشن اللي ربما شراوه يعني ربات البيت يقدروا يحيوه، يقدروا يحيوه صالح للاكل. صالح للاكل. جميل. هذاك نحطه مع الاول ولا مع الاخر؟ يستحسن انه في الاخر. في الاخر. في الاخر.
هذا فيما يخص الصوديوم. كذلك عندنا عنصر كذلك مهم جدا اللي هو اليود. اليود دائما يبقى مهم، نحتاجه في الكوغ تاعنا باش نعاودوا نسترجعوا القوى تاعنا. علاش؟ لانه عنده علاقه كبيره بالغده الدرقيه، وكما كنا قلنا الغده الدرقيه تاعي عندها دور كبير في انتاج الطاقه في الجسم تاعي وفي التمثيل الغذائي في الكوغ تاعي. عندنا كذلك عنصر، اذا الاهم اننا نركزوا على استرجاع الطاقه تاعنا والقوه تاعنا والعافيه تاعنا من خلال استهلاكنا للمعادن، يعني نكثروا منها لكن وين راح نلقى المعادن انايا كامل؟ بطريقه تكون متوازنة. وشنو هي المأكولات اللي لازم نعتمدها بعد ما يخلصوا الامتحانات؟ لما يجي الطفل تاعي الولد تاعي للبيت وش لازم نحضر له كمأكولات؟ مثلا كيما راهم حطوا لنا الصورة تاع السردين، إذا كان متوفر لما لا نقدروا نحطوا السردين، لأنه يحتوي تقريبا على شوفوا نقدر نعطيكم أبيبخي واش نطيبوا في دو جوغ في السمان، لانه اذا اعتمدنا هذه الوصفات مرتين في السمانه ولا ثلاث مرات في السمانه اكيد راح نسترجعوا واش فقدنا كمعادن، وراح نسترجعوا التوازن تاعنا هكذا باش ما يكونش عندنا هذيك لاكسيون تاع لا رياكسيون بلوتو تاع لو شوك اون كا ديشيك ولا اون كا دو نو با افوار واش كنا حابين، باش ما يصرالناش هذاك لو شوك نبقاو دائما متوازنين. دو بريفيرونس نديروا المينيو تاعنا في هاد الايام اللي راهي قادمه اقل شي مرتين في الاسبوع، يعني ماشي شرط كل يوم. نحاول اني ندير طبخ السبانخ، ندير السلق، نحضر السلق نديره كطبخه، نحضر السردين اذا كان متوفر، نحضر الكبد، كبد الدجاج ولا كبد البقر اذا كان كذلك متوفر، لانه مهم جدا خاصه اللي عندهم لانيمي، ونشوفوا بزاف تلاميذ اللي يعانيوا من لانيمي، بزاف تلاميذ اخر سنه اللي يعانيوا من الانيمي. لما يستهلكوا الكبد سواء كبد الدجاج ولا كبد البقر خاصه، واش نديروا؟ كي نحطوه كي نديروا لا بريباراسيون تاعنا توجور نديروا له القارص مع الاخر حتى المعده تاعنا تمتص الحديد الموجود في الكبد هذاك باش ما يروحش هذاك اون كا او ان بروبليم داسيديتي في المعده تاع. واش راح يخلينا واش حيخلي المعده تاعنا تمتص الحديد؟ الفيتامين سي. الفيتامين سي الموجود في الليمون باش نخلطوه مع الاكل ويكون المذاق تاعو طيب ويكون بنين، نحصر لها شويه قارص. دونك لما ندير الكبد في هذه الفتره سواء كبد غرفة التحكم، يعني تتسأل إذا نزيدوا الفلفلة الحارة هذيك ولا نستغناو عليها؟ نستغناو عليها الفلفلة الحارة، سي بالابا نحطوها. نديروا لها العصرة تاع الليمون اللي يكون مفيد جدا باش يعطيني باش نقدر المعدة تاعي تمتص الحديد الموجود فيه. نحضروا كذلك شهيتينا هاي تشاهي هاد الكبده صراحه، هادي غرفه التحكم اللي حطوها هادي سبقتونا يعني العيد الكبير، خلونا شويه نفرحوا به شهيتونا. كذلك نحيوا لها صوره في ريال تشاهي. مازال حل على الفطور، يعني الفطور مازال بعيد. مازال الحل. عندنا كذلك ممكن البروكلي. البروكلي اللي ثاني مفيد جدا لانه يحتوي على عناصر غذائيه، مش الشوفلور مي البروكلي. نحكيو على البروكلي بصح الاطفال يعني الممتحنين راهم يجوزوا هاد الايامات سنهم 13 12 سنه 14 سنه، كيفاش نخلوهم ياكلوا البروكلي؟ نقدروا نزيدوه مع بالعكس كاين وصفات وين يجي البروكلي بنين في ريال. لما نديروا له لما نحطوه نغليوه شويه برك ومن بعدك نحطوه مع في المقله باغزومبل. انا كاش نديرو؟ نحطوه في المقله مع بتيت فيلي تاع زيت الزيتون، نقلبوا شويه مع الملح مع الكركم، مع نديرو له لي زيبيس اللي رانا حابينهم هنا ونخلطوا شويه بيتيت دي فوا نزيد له بتيت كويار تاع لا كريم فريش، بالعكس يجي مذاقه كثير طيب. بالنسبه للناس اللي تعودوا عليه ربما، لكن حنايا البروكلي يعني الدخيل قليل على المطبخ الجزائري، الشيفلور حاضر بقوه، لكن بروكلي تدريجيا برك باش بدا يدخل عندنا. الا حطينا البروكلي وكان الولد تاعي ما ياكلوش نديرو كاش اون سوب وندخلوها، هذه اللي حبيت ندخلو الداخل ونديرو الداخل. فيما يخص البروكلي كذلك نعطيه الجوز لربات البيت، الجوز اللي مخبياتو بور بريباري دي غاتو تاع العيديتو، عطيه لوليدك ياكلو في هذه الفتره لانه يسترجع قواه العقليه ويسترجع قواه الجسميه. يلا الامهات تبدو واش راكم مخبيين، يلا احسن من انه نروح نحضر به ندير به لي غاتو ولا دو بريفيرونس نشوف الصحه تاع الابن تاعي حاليا باش يكون بيان. بذور الصوره اللي كانت من قبل تاع بذور دوار الشمس كذلك مهمه جدا مهمه جدا، ماشي اللي حطوها لنا مي البيضاء
البيضاء بذور دوار الشمس مهمة جدا كذلك في هذه الفترة، أنه يقدروا يتناولوها لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من السيلينيوم ويحبوها كذلك. لكن لو حبت ملحة يحبت انها ما تكونش مالحه، معليش الا حمصناها شويه باش بوغ يكون هناك ذوق، يعني باش يكون كاين شويه ذوق، لكن ما تكونش مالحه، يستحسن انه ما تكونش مالحه. وهذا النوع يعني الاسود هذا النوع نقدروا نستهلكوا هذا ونستهلكوا الابيض، يعني الابيض اغنى، يعني الابيض هما الاثنين غنيين باش ما نحقروا حتى واحد فيهم، الاثنين ملاح نقدروا نستهلكوا ليدو، لكن الاثنين تفاداوا يعني الملح، الملح خاصة النوع اللي راهو يتباع يعني واللي يتناولوا بكثرة الأطفال، هذاك ما ندناوش ليه. ماشي هذاك هو اللي أنا نهضروا عليه هنا، ماناش نهضروا على المملح جدا، أنا نهضروا على اللي ماشي مالح اللي نشروه هنايا، وإلا حبينا نحمصوه شوية برك فقط يعني بوغ دوني جوست هذيك لونفي دو لو بخوندخ، باسكو كيكون هكذاك ماشي مالح يجي صامت ماحش ياكلوه بالخف، بصح بوغ دوني هذيك لونفي ا مونجي نحمصوه شويه برك باش تكون كاينه هذيك القرمشه القليله. يلا نروحوا لهذه الصوره اللي تحدثنا عليها في عدد من المناسبات هنايا في الاستوديو، خصصنا له عدد كامل قرايب ولا الياوت، كنا حكينا على لي بروبيوتيك ولي بريبيوتيك وقت كان موجود الرايب معنا في الرايب مهم جدا في هذه الفتره باش يرقدوا مليح، سختو لي زيتوديون اللي كانوا ما يرقدوش، اللي كان عندهم يباتهم قلقين يفطنوا في الليل، ينوموا في لي سوجي، ينوموا في لي زيكزامان، في لاسال ديكزامان، واش صرا في لاسال، باسكو على بالك نعيشوا كامل هذيك الفترات في فترات الامتحانات، دونك النوم تاعنا ماحش يكون نوم اني نسترجع فيه القوى تاعي، ولا ما يكونش ان بون سومي ريكوبيراتور، باش نعاود يكون عندي ان سومي ريكوبيراتور، خلينا نجدوا الخلايا تاعنا والطاقه تاعنا، فوالا نسترجعوا الطاقه تاعنا ونكونوا مرتاحين. ناخذوا الكاس تاع الرايب في الليل بصح ماشي في النهار، علاش؟ يعني معلومه مهمه، يساعد الجسم على افراز الميلاتونين، والميلاتونين هي المسؤول الرئيسي على النوم والنوم الجيد، لما ناخذ كاس رايب في الليل هذا الشيء راح يساعدني على اني نسترجع ندير ان سومي ريكوبيراتور، نرقد بالطبع. هذه مرطعه نتاع الجمعه، طعم بالرايب بالجمعه القيلوله تمتد حتى للخمسه تاع العشيه، نفس الاجراء نتبعوه ليلا هذه الايام بالنسبه للتلاميذ. هذه الايام مهم جدا، لكن فقط طريقه التحضير في ريال يحبذ لو انه يكون بالبيت. كيفاش نحضروه؟ نديرو نغليو الحليب دو بريفيرونس الحليب الكامل، ما نجيبوش الحليب هذاك الخالي من الدسم ولا الحليب اللي فيه نص دسم، دو بريفيرونس حليب كامل. لما نروح نحضر الرايب ناخذ الحليب الكامل نغليه، بعدين نستناه يولي حوالي درجة الحرارة تاعو تولي حوالي 30، يعني يولي دافي، ما راهو بارد ما راهو سخون. نحكي من بواط تاع ياغورت ناتور، نحطها لداخل، نحرك، من بعد نديرو في وين راني حابة نروبو. أهم حاجة أني نغطيه مليح، نكوفريه مليح بدي كوفيرتور يكونوا رقاق. شتو هادوك لي بلاد اللي نتغطاو بيهم؟ لوي فيهم هكا بوغ دوني دي زيدي يكونوا سامبل، لوي فيهم البوكال تاعنا ولا وين رانا دايرين الرايب، ونخبوه في طريقة مظلمة، يعني في زاوية مظلمة مكان مظلم، ندفيوه مليح وحوالي 24 ساعة يكون جاهز الرايب تاعي. يلا نعاودوا الطريقة مهمة جدا، وحتى يعني كم نستفادوا منها؟ إذا نغليو الحليب الكامل، الحليب الكامل غني بالدسم، غني بالدسم واللي يكون غني حتى بلي نوتريمون، ما ناخذوهش كحليب، ناخذوه رايب، علاش نقولوا خذوه حليب؟ راني نقول لكم خذوه رايب. بزاف ناس تقول لك نروح نرقد نشرب كاس حليب، نو ماشي كاس الحليب، كاس الرايب هو اللي يساعدني على النوم، لانه الميلاتونين باش تتفرز لازم وجود المكونات اللي راهي موجوده في الرايب. في الرايب تمام. دونك نجيب الحليب الكامل نغليه، نخليه يبرد يوصل حوالي 30 درجه هكاك، يعني تولي اللي ما عندوش الميزان هذاك تاع الحراره نحط صبعي ديك نولي ما نحس به بارد، ما نحس به سخون، يبقى دافي. نجيب بطة تاع ياغورت ناتور نحطها لداخل هذاك الحليب ونخلط ونكوفري الحليب تاعي، نكوفريه مليح بديك اون كوفرتور اللي تكون نطويها مليح باش يدفى كامل، ونحطوه في الظلمه، نغطيه ونزيد نحطوه في الظلمه حوالي 24 ساعه. الا كان تبعت الوصفه بخطوات دقيقه 24 ساعه الرايب تاعي يكون جاهز. كاين اللي يزيدوا له الخل ايضا،
نزيدوا له وما نزيدولوش؟ دو بريفيرونس ما نزيدوش، يعني ماش ضروري نزيدوا، لانه استعملنا حطينا التركيبه تاع لي بروبيوتيك، دونك درنا الرايب، درنا الياغورت ناتور بلوتو اللي هي لي بروبيوتيك، راح تتضاعف في الحليب تاعي وراح تعطيني كميه مليحه ويكون غني اكثر. اذا تقني الصوت في غرفه التحكم يقول لك كذا نقدروا نزيدوا له البن ولا اللبن، يعني عفوا اقول ما فهمتش السؤال تاعنا جيدا. يقول انه نعوضوا الرايب باللبن، هل نفسه عندهم نفس الفعاليه؟ ما حش يكون نفس الفعاليه، لا لا ما حش يكون، وممكن انه ما حش يروب لي لما ندير اللبن صراحه. انا ما سيتش نزيد يعني ليلى نقدروا نعوضوا اللي ما يقدرش ياكل الرايب ياكل اللبن؟ لا لا رايب، لا لازم الرايب، لازم رايب، لانه ما حش تكون نفس المكونات وما حش تكون غنيه بنفس نفس البروبيوتيك الموجود في البروبيوتيك الموجود في اللبن والموجود في الرايب ماهوش نفس الشيء. دو بريفيرونس الرايب. شحال حيشد لنا هذا الرايب كي نحضروه في البيت؟ بعدين نحطوه في الثلاجه، اكيد راح يستهلك سريعا لانه مذاقه طيب. نستهلكوه سريعا مده ثلاث ايام، ثلاث ايام اقصى، اكيد راح يكون خلاص لانه يجي بنين. يجي لذيذ جدا، خلاص على ضمانتك. إذا نتمنى للأمهات يعني اللي لم يتابعوا فينا يكونوا سجلوا هذه الوصفة، صراحة يعني طريقة جميلة بسيطة بالدرجة بسيطة الأولى. وسهلة وسهلة، ماش تطلب وقت كثير ولا ماش تعي الأم في التحضير تاعها. كذلك نقدروا نعطيوهم لي تيزان كيما تيزانة البابونج اللي باش يرقدوا مليح، لانه اهم حاجه انه يرقدوا مليح باش يعاودوا يسترجعوا القوى تاعهم، لازم يديروا ان بون سومي في الليل. هي الصراحه دوك مباشره بعد انتهاء الامتحانات يبداو التلاميذ والاطفال في ديك المرحله تاع يعني الليالي البيضاء، وين يسهروا مع الزملاء تاعهم مع اصدقائهم، وين يتبعوا يعني الافلام والمسلسلات، اليس كذلك؟ فريا العبك ويجيبوا الصباح للاسف. مرينا بمراحل الدراسه، كنا لما نديروا دي نوي بلونش وين كنا نغلطوا ما كناش نعرفوا، حتى لما نجوا نسيو ونرقدوا مور الامتحانات ما نقدروش الرقاد تاعنا، حتى اذا رقدنا نبقاو مكسرين، نبقاو عيانين، نبقاو مدقدقين، ما نقدروش نعاونوا امهاتنا، صح ولا لا؟ صحيح. ما نقدروش نخدموا شغل، نبقاو توجور عيانين مكسرين او فون دو نو، علاش؟ لانه الخطوات ماهيش صحيحه. بصح لو كان نشوفوا الاكل تاعنا واش كنا ناكلوه ما عنده حتى علاقه بالشيء اللي كان لازم ناكلوه باش نعاودوا نسترجعوا القوى تاعنا. صحيح للاسف، وهذا يعود للاخطاء اللي نرتكبوها للاسف. سميه قبل ما نخليك تروحي في دقيقتين فقط قبل الموجز الاخباري، هناك وصفة ربما لحشية بالك يقدروا يتناولوها التلاميذ اليوم كملوا الامتحان باش يرقدوا مليح باش يسترجعوا القوى تاعهم؟ باش يرقدوا مليح اليوم في الليل كي ندخلوا للدار، اون برون فيس كام كملوا لي زيكزامان اي تو، اون برون ان كاري شوكولا نواغ الحشية. نزيدوا كذلك معليش نجيبوا كاس رايب عادي اليوم نشربوه في الليل لو ديرني قبل ما نرقدوا باش تكون عندنا الميلاتونين، ونكثروا من الفواكه ومن الخضار. يعني وصفت مثلا اني جو بريبار اون سالاد دو فروي وين يكون فيها نزيد ندير لهم شويه العسل باش نعطيهم لو جلوكوز. ما كناش هضرنا على الكروميوم لانه مهم جدا كذلك الكروميوم، المعدن الكروميوم باش الجسم تاعي يستعمل الجلوكوز مليح والدماغ تاعي يحتاج الجلوكوز. لازم يكون عندنا عنصر الكروميوم، عنصر الكروميوم نقدروا نصيبوه في اللبن، نقدروا نصيبوه في الوصفه اللي عطيتها من قبل لي، واش كنت قلت مغذيات نحطوهم من قبل، اذا جمعناهم كلهم مع بعض وكليناهم في نفس اليوم اكيد عنصر الكروميوم راح نكون تحصلت عليه، والجسم تاعي هكذا يستعمل الجلوكوز بطريقه صحيه. لما نحط اليوم لما نحضر ندير اون سالاد دو فروي باغ اكزومبل، نزيد لها العسل، نحط ان بو دو فروماج كذلك، وين راح يعاونني انه الجسم تاعي فروماج بوكو بلوس سي لو غرويير بور ترافاي ميو، الكروميوم موجود بوكو بلوس في الغرويير باش يكون يستعمل، يعني باش نكون تقريبا خطيت شيء متوازن. يلا دراهم اللي نحطوهم في الساندويتش نحطوهم في الكويير باش يستفاد الطفل تاعنا. اكيد يعطيك الصحه سميه البيا اخصائيه التغذيه، كنت ضيفتنا اليوم، شكرا كفيتي وفيتي وعطيتينا كل الوصفات والنصائح والمعلومات القيمه. ان شاء الله اليوم يرقدوا مليح بفضل النصائح تاعك، وغدوه يبداوا نظام صحي باذن الله بمرافقه الاوعيه ان شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم.
نلتقي في هذه الفقرة الموالية في التوجيهات المقدمة لأبنائنا الذين هم على أبواب البكالوريا ولأوليائهم الذين هم أكثر حرصا على نجاح أبنائهم، أكثر حرصا على نجاح وفرحة أبنائهم، غير أن هذا الحرص أحيانا للأسف الشديد يتحول إلى صورة من صور الضغط، بحيث كثرة التنبيه، كثرة الملاحظات، كثرة التصحيحات، كثرة المراقبة، كلها لما تتجمع تصبح صورة من صور الضغط، بحيث ابننا سواء كان عبر عن ذلك أو لم يعبر فهو يعيش في كبسولة ضغط من الأب والأم، خاصة إذا زاد لذلك الخالة والعمة بهوافتهن. واش راك داير فيها؟ بديت تراجع، ركز في هذه، انتبه لهذا المادة، هم يقولوا كذا، هذا كله هو نوع من أنواع الضغط، الضخ المباشر والمكثف للاهتمام، الضخ المباشر والمكثف للحرص هو في النهاية ضغط. اعطي حرية لابنك، ثق في ابنك. كيف ذلك؟ نظم والحمد لله، حضر الدروس والآن دخل في برنامج مراجعة، أنت تهيئ الجو دون أن تتحول إلى رقيب، فإذا تحولت إلى رقيب، فإذا تحولت إلى حريص جدا فوق رأسه، كان كل ذلك للأسف الشديد صورة من صور الضغط. هذا أمر مهم جدا أيها الأولياء، السبب الأول لضغط أبنائنا، السبب الأول لقلق أبنائنا هم نحن الأولياء، نحن الأولياء، لأننا لا نحسن إدارة كيف نسير هذه الأيام، كيف نسير هذه الأسابيع، هذا كله هو ضغط وضغط وضغط، شيء مهم جدا. كذلك أحيانا من باب الحرص، من باب الاهتمام، نبدأ في المقارنة، جارنا الفلاني بدأ، اختنا الفلانية، بنت خالتك، بنت عمتك، هم قالوا لي، هاني شفت تلفزيون، هاني شفت في اليوتيوب، هم قالوا فيسبوك، هذا كله هذه المقارنات تجعل الطفل تشوش على أهدافه. ما هو هدفه؟ هدفه المراجعة، التنظيم، حتى يتحصل على نتائج جيدة ويدخل للجامعة. كثرة المقارنة، كثرة صور المقارنة، كثرة النماذج أمامه كأنها أهداف مشتتة، هل أمشي على هذا المنهج؟ هل أقتدي بهذا؟ هل أتابع هذا؟ هذا كله يشوش على أبنائنا. أيها الولي، أيها الأولياء، لا تقارنوا بأحد، إن كان ولد مقارنة، المقارنة مع النفس، حتى مع أخيه، خوه للآن أو العام الماضي ما نقارنش، لأن كل شاب، كل إنسان هو نمط، هو نمط وحده، لهذا إلا إن كان نقارنه مع نفسه. كيف؟ قال والله العام اللي فات كنت منظم أكثر، والله العام اللي فات كانت درجاتك أفضل، حرصك كان أجود، الشهر اللي فات كنت خير من هذا، الآن أو تقارنه بجانب إيجابي، الحمد لله هذا الشهر أو هذا الأسبوع أفضل من الأسبوع الماضي في اهتمامك وفي مراجعتك. هذه مسألة مهمة. من بين النقاط التي للأسف الشديد لها أثر سلبي على أبنائنا هو ربط النجاح، نجاح أبنائنا ربطه بأنفسنا، يصبح راك تقرا لي، راك تراجعني، فرحني، فرح باباك، فرح من العائله، فرح القبيله، فرح البلده. النجاح نجاح ابنك ماشي انت، انت تشاركه النجاح، انت تشاركه الفرحه، اما الاصل النجاح هو لابنك، اصل الفرحه هي لابنك، ثم نتشارك معه ونهيئ له الظروف. اما اللي كان ربطنا النجاح بانفسنا كأنه حتى أنا سمعنا بعض التلاميذ جبت له 14 وما قبلتش، جبت له 15 وما قبلتش، ولما هي تكلم جاب لي في البكالوريا التجريبية معدل 17 وما هوش عجبني الحال ولازم يجيب أكثر. هذا كله ربطه بذاتك مع أن الموضوع لا علميا، لا نفسيا، لا أيها الأولياء، إنما هو نجاحه هو. يا وليدي راح تقرأ، راح تنجح، أنت الذي تنجح، أنت الذي تتميز، أنت الذي تصل إلى المراتب العليا، ونحن نوفر الظروف ونشاركك الفرحة. أكيد نحن شركاء معك في الفرحة، نحن شركاء معك في النجاح من حيث توفير الأسباب، أما نربط الأمر بنفسنا فهذا للأسف الشديد له أثره السلبي على أبنائنا، له أثر السلبي على المراجعة وعلى البرمجة. هذه مسائل مهمة جداً بالنسبة للأولياء، خاصة بعض الأولياء لما يتابعوا في اليوتيوب ولا يتابعوا في صفحات التواصل الاجتماعي المتنوعة يجيبوا له نوع من أنواع التوجيهات الخارجية. الشاب
الطفل، الابن، التلميذ، الطالب له رصيد وتجربة تناسب المستوى اللي راه فيه، تناسب الامتحان اللي راه فيه، تناسب المرحلة التي هو فيها. هو لا يستعد للبكالوريا فقط، إنما يستعد للدخول للجامعة. هو يشعر بأنه على أبواب الجامعة. خليه في هذه الأجواء ودعك من التجارب الأخرى للناس الآخرين، إنما تجارب وملاحظات الأساتذة والمدرسة هي الأساس في هذا الشأن. شكرا جزيلا، موفقين جميعا. إذن مشاهدينا، بهذه القطعة الفنية الجميلة جدا عودنا ولينا لكم. إذن قطعة بزاف مشاهدين تعرفوا عليها، لأنهم راهم يشوفوها ترند على مواقع التواصل الاجتماعي، وراه يخرج بزاف خاصة للأمهات، فربما فيديوهات قصيرة أجنبية. لكن الآن كاين أنامل جزائرية راهي تصنع هذا النوع من القطع التذكارية. حضر معنا اليوم عينة من بين هذه الأنامل اللي تصنع هذا القطع التذكارية، ياسمين بالعبيدي، حرفية. صباحك سعيد، أهلا بك ياسمين. أهلا بك، شكرا على الاستضافة أختي. إذا خلينا نتعرف عليك أكثر. ياسمين بالعبيدي حرفية، اخترتي منذ سنوات الولوج لهذا المجال، وصنعت قطع فنية باستخدام مادة يعني جديدة ما كناش نعرفوها سابقا، اللي هي لاغيزين. نعم اختي، هذا لو بروجي بديتو ديبي 2020. كي تعرفي 2020 كان كاين الكونفينمون اي تو، وانا كنت هذاك العام تاع لا سوتونس تاعي ماستر، ما كانش كاينه القرايه في لافاك، كنا نقراو اونلاين. كان عندي بزاف وقت فراغ، صح كنت نوجد الميموار تاعي، او ميم طون كان عندي فراغ، كنت كانوا يخرجوا لي بزاف لي فيديو سوغ انترنت تاع لي روس تاع لي امريكان اي تو. كنت توجور نتسائل شنو هذه الماده اللي يخدموا بها، شنو هذه الماده اللي يخدموا بها. كي تعرفي في الكونفينمون كلش مغلوق اي تو، صحيح. وي ابخي زوج تاعي هو اللي عاوني، هو اللي لقى لي هذه الماده، ومن الاول ما كانتش معروفه كامل في الجزائر. ممكن تروحي تشريها، ما حاش يقول لك، ما حاش يفهمك شحال ديري الدوزاج، شحال كش تخدمي بها. دونك في البدايه لقيت صعوبات شويه، بس ما كنتش نعرف الماده هذه كامل، ما كنتش تحكمي فيها، ما كنتش نعرف نتحكم فيها. لي تكنيك تاعها ما كنتش نعرف كيفاش نخليها زعما المده تاعها سائله، وقتاش تتصلب لي، وقتاش نقدر نحيها من المول، مع انه في البدايات لي مول ما كانوش كاينين متوفرين، المواد الاوليه ما كانوش كاينين كامل، يعني ما محتل دوكا ما حتى يعني الماده يعني من قبل كانت تستخدم يعني في مواد البناء يعني في الاشغال. نعم، احنا في الجزائر ما عندناش لا ريزين ارتستيك، حنايا عندنا لا ريزين دو ريفيتمون دو سول ولا ريزين دو كولي، هادو هما زوج اللي عندنا. بصح لا ريزين ارتستيك ما دخلش الجزائر اكيد. اذا ياسمين كانت عندك طاقه فنيه، حبيتي تبدعي من خلال استخدام هذا المادة. يلا كاين معرض مصغر اليوم معنا في سوجو المورنينغ، نتعرفوا على مختلف القطع اللي جبتيهم لنا، هما يعني من إنجازك انت صنعتيهم. نعم، يعني صنعت يديك، نشوفوا هذاك يعني الحلويات. هذاك سي ان بورتو غاتو، كاين اللي يحبوه اون دو زيتاج، كاين اللي يحبوه اون 3 زيتاج. لا كولور يعني لو ديكور سي توجور على حساب ذوق الزبونه. ايضا انا نشوف هذا حامل المصحف. حامل المصحف، نعم. كان يعني اقبال عليه كبير في شهر رمضان. يعني كاين اللي داروه هدايا الامهات تاعهم، كاين اللي يديروا هدايا اللي راحوا داروا العمره. يعني كان عنده اقبال ما شاء الله. اكيد. يلا لكن الان حبيت نسلط الضوء بالدرجه الاولى على هذه القطعه اللي راهي في يدي، لانها كما سبق واشرت يعني توندونس وترند. اذا هي قطعه دبدوب هكذا صغير، يعني نقدروا نديروا كاع الاشكال، ماشي غير دبدوب فراشه، دبدوب يعني عفسه سامبل هكذا، يشغل اون اسيت روند ولا اوفال، يعني الشكل الزبونه هي اللي تخيره. إذا كما رانا نشوفوا في هذه القطعة، ياخذ لي مروان التفاصيل. إذا كما رانا نشوفوا، شوفوا حتى السر تاع كان باش تاخذي كوم سوفونير. إذا أول طفل ولا حتى إذا كان ثاني ولا ثالث طفل نقدروا نخدموا له هذه القطعة التذكارية. إذا نشوفوا سر حتى يعني هذا البغاسلي تاع الولادة، أول صورة تاع ليكوغرافي. أيضا
لا سوسات تاعها. وي لا سوسات ما نصحش فيها في البرنامج، لكن كل امهات يعني حرات في استخدامها. ايضا نشوفوا مختلف ايضا التواريخ، التواريخ اللي راهي مذكوره هنايا. شوفوا تاريخ الميلاد في هذه الحاله، يعني 27 نوفمبر 2022 الاسم، حتى الوزن، يعني الوزن تاع الوزن الطول، الوزن الطول ايضا، وهنا حتى الساعه وقت. يعني ساعه مذكوره في هذه القطعه، وهكذا الام راح تحتفظ بطريقه جميله بكل ذكريات الاطفال تاعها، يعني من التاريخ حتى لهذه القطعه اللي صحيح يعني نحتفظوا بهم. صرا على بالنا ما نستغناوش بها منها. كاين اللي يقول لك لازم ترميها في الجامع باش يخرج بحب الجامع، كاين اللي يقول لك لازم ندفنوها في التراب. انا صراحه احتفظت فيها بها في البيت، وهذه طريقه اجمل باش يعني ما يتبحروش، نجمعوهم كاع في تحفه ونقدروا يعني نستعملوها حتى في الديكور. نعم اون جينيرال يقولوا لي باش يعلقوهم في البيت تاع بيبي ولا فوالا. يعني فكره جميله جدا مبتكره، ويعني سعداء اننا نشوف انه هذه الافكار توجست في الجزائر، خاصه انه معظم الترندات ربما على مواقع التواصل الاجتماعي تابعه صفحات اجنبيه. نعاود نولي ايضا هذه القطعه فيها آية الكرسي، كنت حابه تسلطي عليها الضوء. توزيعات العروس، توزيعات العروس اللي راهم دايرين دوكا ديك توندونس في الاعراس، في الحنه تاع العروس، ما في اسبوع تاع لي بيبي يحبوا يقدموهم كهديه للضيوف تاعهم. صحيح، حنا زمان كنا نمدوا لي دغاجي، فوالا كاين فوالا كنا نمدوا لي دغاجي وديكو الشوكولايت، ودوكا ديك ولاو يمدوا لهم هكا دغاجي دي مودي. العرايس اللي تبعوا فينا لا لا يديروهم ثاني لي دغاجي مدوهم كقطعة فنية. كاين اللي يديروا لهم من لورد كيريت ويعلقوهم في الفريجيدار، كاين اللي يحبوهم كوم ان بورتو كلي. كل زبونة هي تقترح علينا واش راهي حايبة وحنا نخدموا لها. اكيد. اذا توزيعات العروس كنا استقبلنا حرفية ايضا اخرى منذ اسابيع، وين عرفتنا على الشموع، يعني توزيعات كانت عبارة عن الشموع. شحال هكذاك يعني العرايس الان شحال ياخذوا من قطعة فيما يخص توزيعات العروس؟ 20 يمدوها غير كي تكون العويدقات، كي تكون عندها، كي تكون عندها حنة تدي هكاك 20 حتى 40، بصح كي يكون عندها عرس يعني تدي حتى 100-150 قطعة. جميل. نعم. اذا نشوفوا هذه القطع، هذو ما لي ماركوباج، يعني اللي حابين يحفظوا القران، اللي يقراوا القران ولم يقراوا فقط كتاب ولا روايه، هذه هي اللي يشدوا بها باش ما ينساوش فاصله صفحة. الكتب. نعم فاصله الكتب، وحنايا ولينا ننساو يعني غالبا ننسى وين حبسنا يعني اثناء قراءتنا. هذا ما فيما يخص الكتب، هذا فيما يخص المصحف. يعني صراحه شابين بزاف. منين يجوك الافكار؟ يعني الافكار حنايا انايا نتبع بزاف اللي يخدموا لا غيزين على مواقع التواصل الاجتماعي، لي روس سورتو لي روس سون تري تري كومبيتونت في هذا لو دومين. يعني انايا الانسبيراسيون تاعي الاولانيه سيتي وحده الروسيه، كنت نتبعها بزاف، كانت تعجبني خدمتها، يعني من عندها هي اللي جاتني الفكره. اذا تدي الفكره ما اكيد اللمسه الشخصيه تاعك. نعم يعني لازم تبدعي انت باش ما يكونش كاين كوبي كولي في لو مارشي. الثقافه تاعنا اكيد. نعم لازم تدخلي لاتوش الجيريان، لازم تدخلي لاتوش تاعك انت باش تكون الخدمه ديالك تبان في السوق. هادو ماني بورتوكلي يعني معروفين بلا ما نعرفهم، لكن شابين ويعني فكره جديده حتى تصلح كهديه، يعني كهديه نديوها اللي من يعني هديه بسعر معتبر ماشي سعر غالي. رمزي. نعم يعني سعر تاعها رمزي. رمزي نعم. اذا نشوفوا هذه ثاني، هذا القلب الجميل جدا، قلب نهديوه لكامل المشاهدين اللي يتابعوا فينا مع صباحة هذا النهار. هدايا تاع الكيسان، يعني في عاود تبيسي فوالا سي ان سوتاس لا ميم يحطوه، يعني يحطوه فيه المجوهرات تاعهم ولا يعني لي سوتاس ترند في مواقع التواصل الاجتماعي، ما كاش وحده عندها سوتاس ما تحبش توريه في لاستوري تاعها. يلا نروحوا الان لهذا الكادر ايضا نشوفه، عنده ربما قصه. هذا هديه ورده هدتها انسانه لصديقتها، وهذيك الورده بدات تبال، والانسانه خافت شتي الورده كي تبال تولي بزاف فراجيل والورق تاعها يطيروا، دونك حبت تحتفظ بها
إذا هذه وردة طبيعية. وردة طبيعية مجففة وتخدميها بلا غيزين هكا باش تقعد لك يعني افي، وتحبيتي تكتبي امتيمو من تحتها ولا يعني قلت لك على حسب الزبونة واش حابة دير. يعني فكرة أكثر من رائعة. مام يعني ورد الخطوبة، ورد الخطوبة دوكا ولاو بزاف يبعثوا لي ورد الخطوبة تاعهم نحتفظ باش يحتفظوا به في لاغيزين ويكتبوا الاسم زوجو اسم الزوجة والتاريخ. صحيح، وهذا راح يخلينا نحتفظوا بالوردة، الوردة ربما عندها دلالة كبيرة وعندها قيمة، ويعني واحد كي يهدي وردة يعني الوردة عندها دلالات كثيرة، ولهذا نحب نحتفظوا بها مدى الحياة. وانا كانت عندي تجربة مع الأزهار، وان كي تحتفظي بهم مش بطريقة صحيحة راح يعني تتلف مع مرور الوقت للأسف، وحتى يعني كي نخبوهم في الكتاب حتى هذيك الطريقة ما راحش تكون يعني ناجحة 100%. نشوفوا أيضا أن قطعة أخرى يعني لوحة خشبية عاودتي خدمتها بلا غيزين. خدمتيها؟ نعم، هذه تصلح ديكوراسيون في الكويزين ولا في الصالون، يعني عندها عدة استعمالات. يعني نشوف ايضا مواد عديده راكي تستخدمي فيها ماشي فقط لا غيزين. لا ماشي فقط لا غيزين، كاين كيما هدايا يعني كاين احجار لي كريستو هادوما، هاد لي بيرل دوري، عندنا ثاني هاد لا بودغ دوري اللي تعطي انيفي مغربي. فوالا. وايضا تعتمدي على الرسكاله احيانا تسترجعي هكذا قطع كيما هذه قطعه خشب. بزاف مام كاين كيكونوا هكاك سنوات في الدار حتصددوا ولا طار لهم زعما لو بواني ولا بلا غيزين تقدري تعاودي تسترجعيهم باش ما ترميهمش. جميل جدا. شفت ايضا حاجه ربما لفتت الانتباه تاعي، انه هناك يعني هاد الكتيبات صغار بالستيكرز انت تخدميهم ولا تخدمي ايضا مع ربما اصحاب مشاريع هكذا يعني مبتدئين كيما انت؟ نخدم مع أصحاب مشاريع مبتدئين. هي يعني مام هي بدأت المشروع تاعها في فترة الكورونا، وتاني كان مشروع مصغر، وأشاك فوا مع أني ندير لفورماسيون للعباد اللي حبوا يتعلموا، كل ما نعلم إنسان ولا نبعته لها هكذا يا هي تكبر المشروع تاعها وحنا تاني نخدم. يعني احنا يا ربما كي يخرجونا فيديوهات هكذا لاصحاب مشاريع مصغره على مواقع التواصل الاجتماعي نستهزأ ونقولوا هذوما نجحوا، معناتهاش احنا اللي احنا ننجحوا. ايضا من جهه اخرى نشوفوا انه هاد المشاريع المنزليه المصغره راهي تخدم حقيقه نسيج مناولاتي يعني، وراهي توفر يد عامله للناس. نعم اكيد، كيما هاد البنت اللي تخدم لي لي ستيكرز، يعني نخدم من عندها لي ستيكرز، كاين اللي يبيعوا لي مول، كاين دوكا ديك فتيات هي اللي تصنع المول، باسكو من الاول كنا نستوردوه من لاشين، ودوكا ديك ولاو الفتيات تاعنا هما اللي يخدموا لنا لي مول. يعني صنع محلي. صنع محلي يخدموا لي مول بالسيليكون هنايا في الجزائر. قلت لك في الديبي ما كانوش كاينين، كنا نستور نستناوهم لاشين يجونا، من دوك هذيك الحمد لله كوفروا لنا المواد الاوليه. اكيد هذه المشاريع المصغره يعني دخلت الام الجزائريه ولا المراه الجزائريه لسوق العمل، وشنو هي الطريقه اللي يستخدمها ربما للترويج للمنتوجات تاعها؟ يعني في لي ديبي تاعي انستغرام، يعني تسويق الكتروني. تسويق الالكتروني يعني لي انفلونسرز كان عندهم يعني شويه اثر على الخدمه تاعي، كنت نبعث لهم كانوا يعني يبينوا يعني كانوا يبينوا الخدمه تاعنا، وبعد ذلك نديروا لو سبونسورينغ، ونسبونسور الخدمه تاعنا من عند انستغرام، ومع الوقت تولي عندك لا كليونتيل تاعك. لكن وشنو هي الحاجه اللي راح تخليك تتميزي بين صانعين المحتوى الاخرين؟ اليوم كاين بزاف 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 ناس راهي عندها مشاريع مصغره، ربما عندها سلع راهي في البيت وما قدرتش يعني تبيعها يعني حقيقه. انت شنو هي الحاجه اللي خلاتك تنفردي تنجحي في المشروع تاعك وحتى تروحي لمرحله التكوين؟ اول عفسه طريقه التصوير. طريقه التصوير مهمه جدا باش تبيني
la valeur ديال لو برودوي تاعك. ليكليراج لازم لك ان بون ليكليراج، لازم لك تعرفي كيفاش الافكار ايضا لازم تواكبي يعني لازم لازم تكوني توجور اجور مع هذا الفن. لازم تشوفي واش خرجوا جديد، واش وشنو هما العفايس اللي تقدري تزيد تدخليهم. لازم تدخلي اللمسه الجزائريه، اللمسه العصريه تاعنا، باسكو بزاف الاعراس يحبوا يدخلوا العفايس تراديسيونيل تاعنا. دونك لازم تكون لك توجور لازم توجور ديري جديد. لو كان زعما ان برودوي تقعدي تدوري به 2-3 mois، العباد خلاص يكرهوا، يقولوا هاد الانسان ما عندهاش جديد، دونك ما حاش يهتموا بالصفحه تاعك. بصح كل ما ديري عفايس جدد وتبوستيهم في الصفحه ديالك، كل ما الاقبال يكون كثير على الصفحه. اكيد خلاص ياسمين جاتها زبونه وشرات منها من عندها توزيعات العروس، غالبا تعاود تولي زبونه نحو ياسمين. اكيد كيكون عمل متقن وكيكون سعر يساعدها تعاود تولي زبونه. جميل. هذه مثلا توزيعات العروس تذكرونها بدعوه خير. نعم. بالاضافه الى ايه الكرسي تعلق في الثلاجه، يعني كما هو معمول مع التذكر اللي نجيبوها من دول أجنبية. نعم نعم. جميل جدا. نعود نقول للمعرض المصغر، راهو معنا اليوم في الاستوديو اللي جابته لنا ياسمين بالعبيدي صاحبة مشروع منزلي دورات تدريجيا، لأن هي راهي تكون دورات تكوينية، واليوم شرفتنا بحضورها باش تعرفنا على الحرفة تاعها. يعني حقيقة قطع جميلة جدا راهي حاضرة معنا في الاستوديو. هذا نفس الشيء، هذا التبيس يعني ويستا سوتاس، هذه سوتاس نقدروا يعني نزيدوها في الديكور، نحطوها فقط هكذايا. حبيتي يعني ديري فيها الاسم ولا ديري فيها كاش حاجه بيرسوناليزي، تكتبي فيها واش راكي حابه وتحطيها كومان ديكور، ولا ديريها تعليق السياره من ديرها سنسله وتعلقيها في السيارة ديالك، ديري اية الكرسي ولا يعني تكتبي فيها واش راكي حايبه. جميل. ياسمين عطيتنا كم النقاط الايجابيه، لكن حبيت نتعرف على الصعوبات اللي كتواجهيهم. اولا الصعوبات اللي نواجههم كحرفيه، كاين دي بيريود وين الماده الاوليه ما نلقاوهاش، ما تكونش متوفره، خصوصا في المناسبات، يعني الاعياد ديالنا كما العيد الصغير هو قبل ما يدخل رمضان، الماده الاوليه ما نلقاوهاش. والسبب ما هو ما كي تروحي عند عند لي فورنيسور يقول لك بلي ما دخلتناش السلعه اي تو، دونك حنايا ما عندنا ما نديرو، قبل شو لينا نديرو نخبيو السلعه كي يوصل الوقت تاع ما كانش في لو مارشي نسيو نخدمو بها. لكن هذا راح ياثر اكيد على السعر تاع المنتوج تاعك. هذا الناس ربما ما يتفهموش هذا الحاجه، هذا هو المشكل اللي نلقاوه حنايا. زعما زبونه عندها شهرين ملي تقصتني السعر تاع اللوحه هذه، عطيت لها السعر تاعها، بعد شهرين عاودت ولات باش تكومونديها انا. يا في هذوك الشهرين الفورنيسور تاعي يكون زاد في السلعه ولا يكون تكون روبتور دو ستوك، خاصه الان كاين اجراءات يعني الكبح الاستيراد على بها ربما تواجهوا. نعم واجهنا مشكل كبير في الماده الاوليه، وما ديك نزيد لها هذيك هذاك الثمن هذاك نزيده لها شويه، الزبون ما حاش يتفهم، فهمت؟ ما حاش تفهم وعلاش زدنا، وهو الله غالب حنايا على حساب الماده الاوليه اللي نشروها. كي تكون الماده الاوليه رخيصه اكيد السعر راح يكون رخيص، كي تكون الماده الاوليه غاليه حنزيدوا شويه في السعر. اذا هذا حامل الكتاب في هذه الحاله، حامل المصحف، خلونا نسلطوا عليها الضوء. راني نشوف اللون وردي، تستخدمي الالوان فيما يخص الرجال اذا ما حبيت مثلا نهديه للزوج تاعي ولا اللون الاسود اللون الازرق، يعني الالوان والكتابه والاشكال على حسب ذوق الزبونه. وهذه يعني اشياء راح تخلينا نحبوا ربما قراءه القران، راح يعاوننا تحفيز خلق لنا الجو، يكون محفز بالدرجه الاولى يعني، ويقدر يكون عباره عن هديه لجداتنا. احنا على بالنا انهم يجوزوا معظم اوقاتهم في قراءه القران، اذا هديه جميله ربما لهم. انا نتمنى لك كل التوفيق بحول الله ياسمين في المشروع تاعك، وبالنسبه لربات البيت لربات البيوت اللي رانا واللي راهم يتابعوا فينا مع صبيحه هذا النهار، ان شاء الله نكونوا قدمنا لهم نموذج جميل
للمرأة الجزائرية، يعني بعد التخرج تاعك مباشرة بديتي هذه الحرفة؟ نعم. يعني بعيدا عن التكوين الجامعي تاعك. نعم. اللي هو درت تخصص عندي ماستر في الكترونيك دي سيستم امباركي. عاونك شوية في المجال تاعك ولا اطلاقا؟ ما عاونيش الكترونيك، يعني ما عاونتنيش في المجال تاعي، مع اني نحب التخصص تاعي بصح الحرفة تاعي نحبها اكثر. صحيح، يعني تابعتي الميول تاعك. نعم. وكي نكونوا ربما هكذا يعني نحبوا بزاف هذيك الحاجه ولكن نمدوا فيها اكثر، تمدي يعني تمدي كاع الوقت تاعك لهذيك الحفسه اللي تحبيها باش تنجحي فيها. يعني هذه هي النصيحه اللي نقولها لكامل المتدربات تاعي، كي تكوني تحبي عفسه اعطيها الوقت تاعك كامل هكا باش تنجحي فيها. صحيح. ونقطه اخرى بالنسبه للتلاميذ اللي حيجوزوا الباك بعد ايام فقط. نعم. اكي قريتي ربما 5 سنوات. نعم 5 سنوات، لكن ما اشتغلتيش بالحرف بالتعليم. نعم. تاعك يعني الدراسه جد مهمه، دراسة جد مهمة، الدبلوم يعني مهم، ولكن كاين حياة مهنية أخرى، كاين حياة مهنية، كاين فرص أخرى، كاين فرص أخرى ما تلقايهاش في التكوين الدراسي اللي درتيه، تلقايها في مجال آخر. ياسمين نتمنى لك كل التوفيق بحول الله. كما لبنا حرفة ليدين مدحول ما تزول.